قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد قد ارتفع إلى 37 مليار و123 مليون دولار في نهاية أبريل، وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد سجل 37 مليار و82 مليون دولار في مارس الماضي. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم أولى جلسات الأسبوع بعد إجازة عيد الفطر بارتفاع جماعي للمؤشرات، وصعد رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 718 مليار و500 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد افتتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11047 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 56% ومحققا 11109 نقاط. أيضا ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 37% ليغلق عند 1880 نقطة. امتدت ايضا ارتفاعات لاي جي اكس 100 الاوسع نطاقا، وارتفع اليوم بنسبة 38% وليغلق عند 2862 نقطة. وأيضا إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها و43 قرشا، وبالنسبة لسعر البيع 18 جنيها و55 قرشا. عن اليورو سجل سعر شراء وصل إلى 20 جنيها و44 قرشا، سعر البيع 20 جنيها و57 قرشا. نصل معكم للجنيه الاسترليني والذي وصل سعر شراء اليوم إلى 22 جنيها و73 قرشا، وسعر البيع 22 جنيها و89 قرشا. وبالنسبة للعملات العربية نبدأ من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات وقرشا واحدا، وسعر البيع 5 جنيهات و5 قروش. أيضا الريال السعودي سجل سعر الشراء وصل إلى 4 جنيهات و91 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 94 قرشا.